أولاً املأ كيساً بلاستيكياً ببعض الإسمنت، ثم صب كأساً من الماء. أغلقه بإحكام. استعمل أصابعك لتوزيعه جيداً. والآن نعود لصينية الثلج. نصب الإسمنت في كل فتحة من فتحاتها قليلاً قليلاً. ها هو الإسمنت يذهب في الفتحات المربعة. املأها جميعاً للآخر. أكاد أنتهي. وآخر فتحة. والآن ليستقر في الفراغات مشابك ورق ملونة. نعم، ضعها ها هنا حوالي نصف الارتفاع. بإمكانك استخدام كمية من الألوان المختلفة. جفت تماماً. ها هي. أرى أنك عدت. إليك هديتي يا عزيزتي. ما هذا بالضبط؟ هل هي ثقالة للورق أو ما شابه ذلك؟ إنه حامل لصورك. هل ترين؟